الأردنيين الذين سجلوا على المنصة الإلكترونية وطلبوا أن يدرج أسماءهم ضمن خطة الإجلاء تم نقلهم إلى المملكة، وبقي العدد القليل من المواطنين الذين أبدى رغبته بعدم مغادرة لبنان. صحينا يوم الاثنين على ضرب جنوني بصراحة، قريب من البيت يمين شمال بشكل مرعب، فاضطرينا ناخذ الأطفال وشنطنا ونطلع بدون أي شيء، حتى أنا أغراضي كلها في لبنان ما أخذت معي ولا أي شيء، جيت بأواعيه. وأول فترة بصراحة كان الوضع صعب لأنه ما في بيوت، يعني إحنا طلعنا حوالي رقم مرعب من الناس، طلعت أخذت معنا مسافة 30 كيلو ما يقارب 16 ساعة بالسيارة حتى وصلنا. بنتي كتير 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 خافت من الأصوات صراحة، هي أكتر شيء خلتنا أنه نجي، أنه خلاص نتحمل شوي نتحمل، بس هي أنه صارت تبكي بابا قادرة، ابني ما يبين عليه بس هو يعني خايف، بس عارف أنه في إجلاء انبسط، يعني أنه حروح مطرح ما في حرب أنه ما حيصير شيء. طلعنا لأنه أكيد الحرب، نحن كلنا يعني على طريق المطار من بريت البرج البراجني برا، عايشين مثل ما هالعالم عايشة، أشغال وما أشغال، وصارت الحرب فجأة، العالم ببيوتها ودمار وتنزل القذائف، ما عارفين نحن يعني أنه بده يصير هيك، البيت تدمر والشغل كله راح وما في شيء، خلص يعني عايشين بالموت يعني.